السلام عليكم، مرحبا بكم في توقعات الأبراج من برنامج طاقة الحرف والرقم. وكما نعلم لا يعلم الغيب إلا الله، هذه فقط توقعات للتسلية. ونبدأ ببرج الحمل اللي نقول ليه كاين شي شخص قريب لك ماشي مخلص، وإلا جاتك شي خبار أو لشي حاجة تيقن وتحقق منها. عكس برج الثور اللي كنقول ليه ما تبقاش تفرض الرأي ديالك على الآخرين. أما الجوزاء نقولوا ليه إلا تعكست شي حاجة من الخير، حتى بنادم إلا بغى يمشي يمشي، اللي فيها الخير كيديرها ربي. والسرطان اللي كنقول ليه ثقتك في نفسك هي اللي غادا تخلصك من جميع المشاكل، غير كمل. أما الأسد اللي نقولوا ليه حاول تركز في الأمور ديالك مزيان، ما تخليش أفكارك مشتة. والعذراء اللي كنشوفوه حاول تنفذ الوعود والالتزامات والعهود ديالك اليوم، وحاول تستغل الوقت ديالك. اما الميزان اللي كنشوفو هناك بعض الخلافات، حاول ما تدخلش في مناقشات تقدر تولي مشاجره خاصه مع الجيران. والعقرب اللي كنشوفوه محتاج يبدل الديكور ديال البيت ديالو، وما كرهناش لك شي نباتات ولا شي زهور يديرها في البالكو ديالو او لا في شي جرده ديالو مزيانة ليه. والقوس اللي كنشوفو عنده شي تغيير في العمل، مزيان الامور عندك وعندك حظوظ في هذا المجال. وحتى الجدي كنشوفو اليوم ناشط متفائل، عنده الحظوظ تستغل نهارك. والدلو حتى انت كنقول بان هذا النهار وليتي كنتي كتسناه من شحال هذا، حتى انت عندك الحظوظ مزيانه. اما الحوت اللي كنشوفو اليوم كيميل للعزله والوحده، باغي يبرك عليه مع راسو. وبهكا نكونو كملنا حلقة اليوم، حلقة طاقة الحرف والرقم. ودائما التذكير بالدعاء يتغير القدر، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة.